الشركة هيبقى فيه لجنة مشكلة هتتابع برضو الأعمال، رؤية المطور العقاري في تطوير البيوت أو في بنائها ليه رؤية مختلفة عن أي جمعيات أهلية. هل هيبقى فيه لجنة مشكلة هتتابع، ممكن تزود حاجة، ممكن تقول المكان ده محتاج تطوير أكتر، محتاج البيوت دي محتاجة تهوية شبابيك، يعني في حاجات تانية رؤية المطور العقاري تكون مختلفة. صح والله. شوفي نحن طبعا اعتمادنا في الحقيقة على مصر الخير، لأن عندهم فريق إداري جيد يعرفون الحارات السكنية، يعرفون متطلبات الناس في أسلوب حياتهم وأسلوب عملهم اللي احنا يمكن احنا بعيدين عنه، فصراحة هم أساس الفكر لنا وأساس العمل لنا لأنهم متخصصين في هذا المجال. طبعا احنا موجودين الإدارة عندنا في إعمار، تشارك البرنامج هذا في مع مصر الخير وتشوف التطور اللي حدث في البرنامج، تشوف شو تعديلات ممكن نعملها في البرنامج. ولكن أنا أقول تعاون ما بين الإدارة في إعمار ومصر الخير، علما بأن مصر الخير صراحة هم أقرب للناس واحتياجات الناس وأسلوب العيش عندهم ومتطلباتهم. تمام. إيه الأعمال الخيرية الثانية أو دور المجتمع اللي هتقوم بإعمار مصر في الفترة اللي جاية؟ نحن خلال عملنا في مصر طبعا، وأنا أقول ما بغي أقول يعني نحن بس في إعمار، ولكن كثير من الشركات ما شاء الله الموجودة في مصر، تعرفين في عنا أنشطة في رمضان، عنا أنشطة في الشتاء، عنا أنشطة خلال السنة في بعض الأحيان مع مصر الخير، نعمل معهم على برنامج الغارمين كذلك، فنحن نعمل في أنشطة مختلفة، وكذلك نشجعهم أنهم يذكروننا في شيء جديد ممكن نحن نعمله كذلك للخدمة الاجتماعية. أقصد مبلغ معين سنويا للدور المجتمعي لها في مصر؟ نعم في والله في المبلغ، لكن ما عندي ما أتذكر يعني، ولكن صراحة حتى لو نوصل المبلغ هذا بيتغير، لأن احنا شوية طماعين في عمل الخير، وإذا كان هناك جهات تذكرنا بمسؤولياتنا ولا عمليات عمل معين لازم احنا نقوم فيه، فميزانيتنا بكل أمانة يعني هذه تتوسع شوية سنويا، ولكن الحمد لله رب العالمين. رأيك في قطاع العقار المصري؟ شوفي انا ما ابغى اجاوب على قطاع المصر في مصر قطاع العقار بصفه عامه، ولكن اعتقد انا اتكلم على الاقتصاد المصري، اتكلم على 100 مليون نسمه، فلما تتكلمين على 100 مليون نسمه انت تتكلمين على اقتصاد بحجم قوي. طبعا لا زال السكن في نمو، لا زال القطاع السياحي في نمو، لا زال قطاع التجارة التجزئة كذلك في نمو، فأنا أنظر بالنظرة إيجابية للقطاع العقاري بصفة عامة، ولكن في نفس الوقت طبعا احنا لازم نكون ننظر للسوق، لأن في متغيرات كثيرة، سواء كان أسعار البناء في ارتفاع، أسعار الأراضي في ارتفاع، فلذلك الواحد لازم يعرف شو هو المناسب في أي موقع، ولكن بصفة عامة النظرة إيجابية جداً.